استفدنا عنك بعض الكلام عن شغلة الانتخابات. بعضهم بعض الأخوة متناقض عن كلامهم. شو بتراح يعني جي أنثلك حتى يعني يكون عندنا الشفاء الغليل في الجواب؟ أحسنت في هذا، ولكن لعله من الحسن أنك تذكر ما الذي ورد إليك. اللي ورد لنا أول شيء الشيخ ذاكر إذا يعني الأخوة الأخوان المسلمين ينزلوا الانتخابات ما ينبغي أن ينزلوا، أما إذا كان الأمر كذلك فعلى المسلمين مؤازاتهم. وآخرين ذكروا غير هيك إن الشيخ ما بقول لا مؤازاتهم ولا دخولهم. القول الثاني خطأ. القول الأول صحيح لكن دون الصحة. نحن أولا ما خصصنا بالذكر الإخوان المسلمين، لا إخوان يعني بشكل عام. أنا أنت تكون أحد المخطئين بقى. أنت قلت الآن إخوان المسلمين ممكن لفظ كلاما هو كذا يصير الخطأ. المهم نحن نقول لا ننصح مسلما أن يرشح نفسه في هذه الانتخابات في كل البلاد اليوم، لأن الحكومات لا تحكم بما أنزل الله. واضح؟ لكن أنا أعلم أن هذا الرأي لا يقتنع به كثيرون من طلبة العلم، من الدكاترة، من كذا إلى آخره. حينئذ سنرى في الساحة ناس يرشحون أنفسهم من الإسلاميين، سواء كانوا من هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء. حينئذ يجب علينا أن نختار من هؤلاء الذين نزلوا في ساحة الانتخاب في ساحة الانتخابات، ها؟ أن نختار منهم الأصلح ولا نفسح المجال لدخول الشيوعيين والبعثيين والدهريين والزنادقة ونحو ذلك. واضح؟ واضح. هذا هو الرأي. أنت تقول يجب علينا أن نختار الأفضل منهم؟ أي نعم. خمسة شيخ بيبي بشكل